خلال الاحتفال بليلة القدر، الرئيس السيسي يدعو لمواصلة الجهود لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام. الحكومة تعلن العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال إفطار الأسرة المصرية. غوتيريش في أوكرانيا وبوتين يحذر من التدخل في النزاع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يفتح السيسي تهنئة لشعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بحلول ليلة القدر المباركة. وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، شدد الرئيس السيسي على أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف والهدام. يسرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء مهنئا حفظات كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم، من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28، مؤكداً على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء. ولا يفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، متطلعاً إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر مستجداته وتحدياته، مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف. ومن هذا المنطلق أقول لكم: واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وأعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله عز وجل في تسيير هذا الكون الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض. شعب مصر العظيم، لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام. هذا وقد دعا الرئيس السيسي جموع المواطنين إلى مواصلة بناء الوطن بالتعاون والترحم والتكاتف، وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن نستلهم من هذا الشهر الكريم روح الإخلاص. فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة، بما يعزز من هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب، وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى. وفي هذا السياق فإنني أدعوكم جميعاً لنواصل بقوة معاً بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاصد الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني. وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة روح الإخلاص وحسن المراقبة لله عز وجل. وخلال الاحتفال بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات، كرم الرئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقرر رفع الحد الأدنى لجوائز جميع المكرمين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى الضعف بواقع 60,000 جنيه لكل جائزة بدلا من 30,000 جنيه، مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم.
ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف الشيخ جابر الطايع. يعني بعد التحية، دوما ما يؤكد الرئيس السيسي على ضرورة تجديد الخطاب الديني، كيف تقرأ هذا والمردود الإيجابي من ورائه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية، تهنئة خالصة من أعماق قلوبنا إلى الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان ومناسبة ليلة القدر، ونسأل الله عز وجل أن يبلغ لنا ليلة القدر وأن يعيد علينا وعليكم الأيام باليمن والبركات. الحقيقة يأتي خطاب فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا العام، وهو مفعم بالقيم والمبادئ والتصورات عن هذا الدين وعن الروحانيات التي يتمتع بها فخامته، وطلبه بالتجرد والإخلاص لله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، وابتغاء مرضاة الله عز وجل، والتوجه بالعمل الدؤوب في شهر رمضان وفي غيره. فخامتي دائما يحسنا على أن الحفظ القرآن الكريم ليس الحفظ فقط ولا التلاوة فقط، ولكن هو يريد أن يأخذنا إلى الفهم المقاصد لهذا الدين، يريد أن نفهم القرآن الكريم، يريد أن نعرف التفاسير المناسبة لهذا العصر وما يناسبنا في هذا العصر من تفاسير القرآن الكريم، يريد أن يتوجه بالقرآن الكريم، لأن بعض المتطرفين الذين يقتلون باسم القرآن الكريم ويعني يروعون الآمنين باسم القرآن الكريم، يريد أن نفهم القرآن الكريم كما قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس لشقاء البشرية ولا لقتلها ولا لإزهاق أرواحها ولا لترويع الآمنين، نحتاج أن نفهم القرآن الكريم بمعانيه ومقاصد الله عز وجل فيها. تأتي هذه المناسبة وفخامته يكرم حفظة القرآن الكريم من مصر ومن خارج مصر من الدول الإفريقية والعربية والعالم الإسلامي دأب كل عام، ثم يدعم هذه المسابقة ويضاعف القيمة. أعتقد هذا يدل وينم على أن شخصية فخامة السيد رئيس الجمهورية شخصية متدينة، شخصية تحب الوطن وتحب دين الله عز وجل، وهو حريص على فتح المساجد وحريص على أن تبقى مساجد وبيوت الله عز وجل. وما يعني الشاهد على ذلك اليوم عندما افتتح مسجد مولانا الحسين الذي قامت الإدارة الهيئة الهندسية بترميمه وإعادته مرة ثانية إلى رونقه إلى ما كان عليه وأفضل مما كان عليه، أعتقد وافتتاح هذه المرحلة أعتقد تنم على أن فخامته أيضا يهتم ببيوت الله عز وجل. وأيضا توجيهه المستمر لوزارة الأوقاف التي في خلال عام استطاعت أن تصل إلى 2000 مسجد إحلال وتجديد وصيانة وترميم وإنشاء من العدم، سواء كان على نفقة الموازنة العامة من وزارة الأوقاف أو على نفقة الجهود الذاتية، أعتقد هذا ينم أيضا على أن وجهة فخامته وجهة دينية. بالفعل فضلتك، يعني فعلا الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة، فكيف يمكن تطبيق هذا عبر أكاديمية الأوقاف الدولية؟ نعم، وزارة الأوقاف أعدت أكاديمية الأوقاف الوطنية الأكاديمية الأوقاف العالمية في 6 أكتوبر، وقامت بتدريب 4 فرق على التوالي، وتبدأ في الخامسة، وتدريب نوعي من على كافة الأنواع، ليس تدريبا على الخطابة ولا الأمور الدينية فقط، ولكن كانت المحاضرات تكون زاد روحي وزاد توعوي ووعي كامل، لأنه كما قال منذ أكثر من عامين فخامتي: نريد الداعية أو الإمام يكون ملما بقضايا وطنه وقضايا عصره والقضاء والقانون وفقه السياسي والأمور، ما يحاك له وما يحاط بهذه الأمة، يريد أن يكون إمام شامل لكل مناحي الحياة، يستطيع أن يتحدث في الشأن الداخلي والشأن الخارجي. فلذلك كانت المحاضرات تكون عبارة عن علم نفس وعلوم سياسية وعلوم في حروب الجيل الرابع وعلوم اتصالات وعلوم
التواصل الشبكي، كل هذه العلوم كانت تبث في روح السادة الأئمة الذين حصلوا على الدورات التدريبية، حتى أصبح لدينا جيل واعي وواعد إن شاء الله يستطيع أن يجابه الأفكار المتطرفة والأفكار المنحرفة، لأن الفهم الفكر لا يواجه إلا بالفكر مثله، ولا يدحض الفكرة إلا فكرة مثلها، لا يمكن أبدا أن تدحض بغيرها. تبقى الفكرة كامنة في نفس صاحبها لو كانت بطريقة قمعية أو بطريقة غير فكرية، ولكن يبقى الفكر هو الرائد في هذه المسألة. فدور العلماء والدعاة لا يقل دورا عن دور شرطتنا المصرية ولا قواتنا المسلحة التي تجابه وتقف على الحدود والثغور من أجل حماية الأوطان من المتطرفين، لكن على الدعاة أن يحققوا أمنية فخامة السيد رئيس الجمهورية في وعي متكامل، وما بناء الوعي الذي أطلقه من زعام فخامته إلا من أجل أن ينهض ويرتفع بوعي السادة الأئمة حتى يجابهوا ويكونوا أحد الذين يشدون الثغور التي قد يخترق منها ويتسلل منها أعداء هذا الوطن وأعداء هذا الدين بفهمهم السقيم. صحيح، يعني الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين، وقد شارك في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله. وخلال تفقده لأعمال التجديد بالمسجد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لسلطان طائفة البهرة بالهند لجهوده واهتمامه الدائم تجاه أضرحة آل البيت. هذا وقد قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية بحجرة تشمل مقتنيات الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن أعمال تطوير مسجد الإمام الحسين. من جانبه أوضح متحدث الرئاسة أن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة وبما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي الصادرة في حفل إفطار الأسرة المصرية وفق خطة تنفيذية، مشيرا إلى أن هذه التكليفات ستسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أشاد مدبولي بما تم تحقيقه مؤخرا من طفرة زراعية على أراضي منطقة توشكا، مؤكدا التنسيق الفاعل لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بالكميات المقررة مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولا بأول. وأشار مدبولي إلى تقرير البنك الدولي بشأن ارتفاع الأسعار عالميا بالفترة القادمة، مشددا على ضرورة وضع هذه التقديرات باعتبار لمواجهة هذه الأزمة العالمية. وللحديث مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع والملف ينضم إلينا هاتفيا على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. كيف تقرأ إذن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، والتي أكد فيها على حرصه على تنفيذ كافة وعوده تجاه الشعب المصري؟ بطبيعة الحال خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس عقب حفل إفطار الأسرة المصرية والقرارات التي أعلنها في نهاية كلمته هي قرارات في منتهى الأهمية، وإذا تمكنا المجتمع المصري حكومة ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وقوى سياسية مختلفة من تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، أظن أن المجتمع المصري سيشهد دفعة مهمة جدا للغاية في مجالات كثيرة جدا
من أول الحوار السياسي الذي تحدث عنه السيد الرئيس، نهاية بدعم المجتمع الأهلي، مرورا بملفات كثيرة، كل ملف وحده يستحق نقاشا كبيرا ومفصلا، خصوصا دعم القطاع الخاص، توطين الصناعة الوطنية، دعم الفلاحين اللي بيزرعوا القمح، طرح الشركات المملوكة القوات المسلحة في البورصة، في مجموعة كبيرة جدا. طبعا الناس كثيرة ركزت على الحوار السياسي الذي أطلقه الرئيس، وخصوصا تأكيده أن الوطن يتسع للجميع. هذا أمر بطبيعة الحال يعني اهتم به كثيرون، ليس فقط في داخل مصر ولكن الكثير من وسائل الإعلام العالمية اهتمت بهذا الأمر، وقول الرئيس أنه سيطلع بنفسه على مخرجات هذا الحوار لضمان تنفيذه بالصورة الصحيحة التي يتم الاتفاق عليها، ومفترض بعد أجازة العيد إن شاء الله أن يعني يتم البدء في طرح الأفكار المناسبة للطريقة المثلى لتنفيذ هذا الحوار. هناك أيضا جانب لا يقل أهمية، وهو لجنة العفو وتوسيع دورها وتوسيع أعضائها والإفراج عن بعض المحبوسين بقرارات من النيابة العامة، وهي بادرة حسنية طيبة جدا وإشارة طيبة على حسن النوايا، وبالتالي كل هذه الخطوات أظن أنها يعني تساعد على زيادة مناعة. أستاذ عماد، يعني قرارات السيد الرئيس بتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة هذا الحوار السياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، والتي أيضا تفضلت حضرتك بذكرها، ما رأيك فيما يتعلق بترتيب هذه الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة؟ انا اظن ان هي يعني دايما بيقولوا في السياسه، دايما يقولوا هل نبدا بالسياسه او نبدا بالاقتصاد. انا اظن انه الامور كلها متداخله، بمعنى انه حينما يكون هناك مناخ سياسي طيب وايجابي يساعد في تشجيع الاقتصاد، وحينما يكون هناك نموا اقتصاديا جيدا يساعد في الاستقرار العام، وبالتالي الامور متداخله. والمنطق الذي كان يعمل به الرئيس دائما هو ان تسير كل الملفات معا، وبالتالي علينا ان نكون نسير في كل الملفات باكبر قدر ممكن مستطاع حتى نحقق ما نصبو اليه وما نتمناه ان شاء الله من نتائج لهذه القرارات. واتصور انه يعني يتوقف كلما يعني كان فيه اعداد جيد و للحوار وللمشاركين فيه، أنا أظن أن احنا سنحقق إن شاء الله نتائج إيجابية. نعم، يعني كان هناك أيضا حزمة من القرارات بالأمس يعني أصدرها سيادة الرئيس، سواء في الاتجاه الاقتصادي أو في السياسي، يعني كانت سياسية واقتصادية في طابعها بشكل عام، وكان منها أيضا تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين، سواء كانت هذه المحفزات مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة طبعا الاكتفاء الذاتي من القمح. يعني أيضا يعني هل ترى أن هذا التوجيه أو التكليف جاء في الوقت المناسب بالفعل، وخاصة في ظل الأزمة العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية؟ بالطبع ده في وقته تماما. نعلم جميعا أن مصر من أكبر الدول استيرادا للقمح، هي أيضا تستورد 80% من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، وبالتالي في مشكلة كبيرة في سوق القمح العالمي، لا تخص مصر فقط ولكن تخص العالم أجمع. لكن مشكلتنا ربما أننا الأكثر استيرادا للقمح، وبالتالي مع ارتفاع أسعار القمح وما قدمته الدولة والموازنة العامة من دعم ل يعني توفير احتياجات القمح خصوصا في نهاية الموازنة الأخيرة أو في المستقبل، هذا الأمر دعم الفلاحين ودعم المزارعين هو أمر طيب جدا. حينما ندعم الفلاح المصري أكثر فنحن نشجعه أكثر على الإنتاج، بدلا من أن أدعم المزارع أو المستورد الأجنبي، كلما تمكنت من إقناع أو من دعم المزارع المصري كلما ساهم أكثر في توريد المزيد من المحصول إلى وزارة الزراعة. صحيح. كلما أيضا أقبل على زراعة القمح، وهي نقطة في غاية الأهمية. نعلم أن مصر في هذا العام زودت المساحة المزروعة قمحا حوالي 500,000 فدان، وهيبقى في حوالي 3.5
مليون فدان، 3.5 مليون طن مستهدفه من الجمع من الفلاحين، والحكومه قدمت اغراءات بالفعل وحوافز لزياده سواء فيما يتعلق بالسعر او بالحوافز لمن يورد قمح اكثر، اضافه لبعض الاجراءات اللي اخرى. لكن في كل الاحوال كلما كانت هناك حوافز تشجيعيه من الحكومه كلما كان ذلك افضل. دعم المزارع المصري هو مدخل مهم ليس فقط بمناسبه الحرب الاوكرانيه او الحرب التي تدور في اوكرانيا، ولكن بشكل عام هدف اساسي، هدف اساسي صحيح من اهداف الدوله المصريه. طيب ايضا استاذ عماد، يعني من ضمن القرارات الاقتصاديه بالامس كانت تكليف الحكومه بعقد مؤتمر صحفي عالمي، وهذا المؤتمر كان يعني بيهدف لاعلان خطه الدوله المصريه للتعامل مع الازمه الاقتصاديه العالميه التي يشهدها العالم حاليا. كيف ترى انعكاسات هذا المؤتمر، وكيف يمكن من شأنه أن أيضا يضع العالم في الصورة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر لجذب المستثمرين وتعزيز الثقة أيضا في الاقتصاد المصري؟ هذا موضوع شديد التشعب ويتضمن كثير من النقاط. يعني طبعا مهم جدا الحكومة المصرية تعلن للعالم وللشعب المصري أولا قبل العالم حقيقة الأزمة، هذا شيء مهم جدا حتى يستطيع الشعب أن يساند الحكومة في هذه الأزمة ونمر منها بأقل الأضرار إن شاء الله. نمرة 2 توضيح الصورة للمستثمرين والقطاع الخاص. هناك أزمة عاسية يعاني منها العالم، أزمة نتيجة تداعيات كورونا أولا ثم أوكرانيا ثانيا، لكن المدخل الأساسي هو أن نقنع المواطنين المصريين طبيعة الأزمة، كيف يمكن أن نصل لحلول، كيف يمكن أن يتضافر الجميع لحل هذه الأزمة، لأن هذا موضوع شديد الأهمية. نعم مهم أن نقلع العالم، مهم المؤسسات التمويل الدولية بالمناسبة يعني أكثر دراية بالاقتصاد المصري، ونشهد كل يوم تقارير تخرج سواء من صندوق النقد أو من البنك الدولي أو من مؤسسات زي ستاندرد أند بورز وموديز اللي هي بتقدم التصنيفات والاقتصادات الدولية. فبالتالي مهم أن يعني نقنع المواطنين المصريين بحقيقة ما يحدث، ثم نقنع المستثمرين سواء المصريين او الاجانب، لانه لا يمكن لنا ان نتحرك للامام قدما بدون تشجيع الاستثمار، خصوصا الاستثمار المحلي ثم الاستثمار الاجنبي المباشر. نعم، كان ايضا يعني في سياق القرارات الاقتصاديه التي اتخذها سياده الرئيس بالامس كان يعني ان المرحله القادمه ستشهد دعم مضاعف للقطاع الخاص في مصر للاطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد المصري، وأيضا أن الدولة ستضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وأيضا يعني إطلاق مبادرة لتوطين الصناعات الوطنية في مصر للاعتماد على المنتج المحلي، وهذا طبعا يعد أمر هام جدا، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، وأيضا الاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري. هذه الحزمة من القرارات الاقتصادية هل لها أن تحقق نوع من أنواع التوازن والاستقرار الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية أو توفير السلع الاستراتيجية للمواطن في هذه المرحلة؟ بطبيعة الحال إذا أحسن التنفيذ ستحقق المراد منه. الأمر يتوقف على طريقة المعالجة، طريقة التنفيذ على الأرض. يعني فكرة حزمة القرارات التي تحدثت عن حضرتك هي متداخلة أيضا، يجمعنا في اللحظة التي سندعم فيها القطاع الخاص المنتج، وأنا أتحدث هنا وضع كثير مخصوص على كلمة المنتج، لأن هناك يعني سوء فهم لدى بعض المصريين بالتعامل مع القطاع الخاص باعتباره كله سيء. لا، القطاع الخاص المنتج هو الراجل المستثمر المحترم الجاد الوطني اللي بيعمل مصنع، اللي بينتج سلع ضرورية للمجتمع، اللي بيشغل مواطنين بياخدوا مرتبات ثابتة وبيقلل البطالة. ده يعني علينا ان احنا نشد عليه وعلى ايده ونقول له شكرا ونشجعه على المزيد. حينما ادعم هذا القطاع الخاص، حينما اوفر له مستلزمات الانتاج، فانا بالتالي بعمق الصناعه الوطنيه وبزودها وبقلل الانفراج. وفي نقطه مهمه طبعا، كيف يمكن الموائمه بين نقطتين مهمتين؟ النقطه الاولى هي تقليل الاستيراد قدر المستطاع، وفي نفس الوقت عدم الاضرار بالسلع الوسيطه اللازمه للصناعه الوطنيه من قطع غيار او مستلزمات
مستورده لابد من دخولها. نعلم ان الدوله المصريه الان جاده في مساله تقليل الاستيراد قدر الامكان حتى نوفر استنزاف العملات الصعبه في مصر، لكن في نفس الوقت علينا ان نقيسها بميزان من الذهب ونشجع ايضا الصناعه الوطنيه على الا تتاثر بكل تاكيد هذه القرارات. نعم بكل تأكيد، شكرا جزيلا لك إذن الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا في التاسعة. التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالمهندس المعماري الأمريكي العالمي أدريان سميث المصمم والشريك بشركة أدريان سميث أند جوردون جيل للهندسة المعمارية. وخلال اللقاء عرض مسؤول الشركة مشروع إقامة برج عملاق بالعاصمة الإدارية الجديدة كاستثمار مشترك بين شركة مصرية وأخرى سعودية، بحيث يتم إقامته وفقا للمعايير البيئية المستدامة. وقال سميث إن إقامة مثل هذا المبنى بمصر سوف يمثل امتدادا للتميز المصري التاريخي بمجال العمارة منذ عهد الفراعنة. من جانبه رحب رئيس الوزراء بالمشروع المقترح لما يعكسه ذلك من اهتمام من جانب كبرى الشركات العالمية بالاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة كمدينة واعدة وجاذبة للاستثمار. وفي سياق آخر، عقد مدبولي اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة تاري بيلستكوغ لمناقشة الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في مجمع بينبان للطاقة الشمسية. وفي مسهل اللقاء أشاد مدبولي بالشراكة المتنامية مع شركة سكاتك النرويجية وثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. هذا وقد شهد مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة سكاتك النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم بموقع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار مدتها 19 عاماً. وعقب توقيع الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية إن إصدار السندات الخضراء يأتي في إطار الاستفادة من مبادرة سندات المناخ، مشيرا إلى أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، مضيفا أن الطرح يؤكد جاذبية قطاع البنية الأساسية المستدامة بمصر وثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المصري. بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 من أبريل وإنفادا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتنفيذا لقرار الرئيس السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعفو 25 أبريل لعام 2022. فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3273 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. أقام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددا من الندوات الدينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حضر فيها عدد من علماء الأزهر الشريف. تأتي هذه الندوات في إطار تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على تقويم سلوكيات النزلاء بإطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منذ إنشائها وهي نماذج فريدة تعبر عن التطوير في منظومة السياسة العقابية التي تشهدها مصر بمراعاتها الأبعاد الإنسانية عند تطبيق العقوبة وفي مقدمتها العمل على تصحيح سلوكيات النزلاء من خلال عقد ندوات دينية وتثقيفية لهم
في هذا الإطار عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ندوة دينية لعدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، حاضر فيها الدكتور رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف، وتأتي ضمن سلسلة الندوات الدينية التي تعقد للنزلاء. في تطوير قوي جدا وتغيير وتصحيح للمفاهيم لدى النزلاء. صححنا مفاهيم كثيرة جدا، مفهوم اليأس إلى الأمل، مفهوم السلبية إلى الإيجابية، صححنا مفاهيم كثيرة جدا في العلاقة مع الله عز وجل وفي العلاقة مع المجتمع وفي تصحيح مسار النزيل. كما تم عقد ندوة دينية مماثلة للنزلاء حاضر فيها الدكتور أسامة الأزهري من علماء الأزهر، وتشهد تلك الندوات تفاعلاً بين النزلاء والمحاضرين من خلال طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، فهي فرصة لفهم أمور دينهم وتقويم سلوكياتهم بما ينير لهم طريق الإصلاح. إعادة بناء الإنسان هو الشعار الحقيقي الذي نعمل عليه هذه الأيام. كل إنسان على أرض مصر، سواء كان هنا في قطاع الحماية المجتمعية أو في أي بقعة على أرض مصر، نحن ندين له بحق كبير، ونحتشد ونجتمع ونتضافر من أجل تقديم كل أوجه الخدمة المناسبة بالتقويم والتهذيب والرعاية والدعم النفسي والمعنوي وتقويم السلوك أو تقديم الحياة الكريمة. تسعى وزارة الداخلية من وراء تلك الندوات إلى تقويم النزلاء وتصحيح المفاهيم لديهم بما يساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع. نعرف إزاي نعيش في حياتنا بعد ما نخرج، الحمد لله يعني استفدنا منها حاجات كتير. الندوات دي بتفيدنا إن احنا ما نرجعش ثاني نخطأ للأخطاء اللي احنا عدت علينا أو الحاجة اللي احنا عملناها غلط عدت بينا إن جتنا هنا. الندوات دي عبارة عن الغطاء اللي ممكن نغطي بيه حياتنا من أول وجديد تاني. الأعمدة الأساسية لحياتنا لما نخرج إزاي هنتعامل وإزاي نكون مؤهلين معنوياً ونفسياً ودينياً للتعامل مع الآخر، عشان الأخطاء اللي حصلت قبل كده لا تكرر في اللي جاي، استناداً على اللي احنا بنتعلمه في هذه الندوات. وتشهد المنظومة العقابية في مصر تطويراً كبيراً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال الاهتمام برعاية النزلاء معيشيا وصحيا وتأهيلهم من خلال برامج تأهيلية واجتماعية وتثقيفية في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بما يمكنهم من بدء حياة جديدة عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وقد تم خلال 24 ساعة ضبط 309 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 391 طن مواد غذائية. وأما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فقد تم ضبط أكثر من 109 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 253 طنا. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 12 طن سلع غذائية. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي وحجب مواد البناء فقد تم ضبط 18 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 385 قضية، من بينها 139 قضية خبز ناقص الوزن و107 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصوله إلى أوكرانيا غداة زيارته روسيا.
وفي تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة سوف تواصل تأمين إجلاء المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أنه كلما انتهت هذه الحرب مبكرا كان ذلك أفضل لأوكرانيا ولروسيا وللعالم. وفي سياق آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوة خارجية دفعت كييف إلى المواجهة المباشرة مع روسيا، متوعدا برد سريع وصاعق حال التدخل الخارجي في النزاع. جاءت تصريحات بوتين في كلمة ألقاها أمام جلسة لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفيدرالية الروسية عقدت ببيترسبرغ، وأكد بوتين أن بدء العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا جنب روسيا خطرا حقيقيا كان يحدق بها. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны. هذا وقد أوقفت شركة الطاقة الروسية غاز بروم إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين لمدفوعات الوقود بالروبل. من جانبهما، قالت بولندا وبلغاريا إن وقف الإمدادات يعد خرقا للعقد من جانب غاز بروم، أكبر شركة للغاز الطبيعي في العالم. في الوقت نفسه، أعلنت موسكو أن مشتري الطاقة بحاجة إلى فتح حسابات جديدة والانتقال إلى الروبل مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أن وقف الغاز هو رد على خطوات غير ودية ضد روسيا. يأتي هذا فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن أوكرانيا ما زالت تسيطر على معظم مجالها الجوي، مضيفة أن روسيا فشلت في تدمير القوات الجوية للبلاد بشكل فعال أو كبح دفاعاتها الجوية. وقد ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا تواصل استهداف الأصول العسكرية والأوكرانية والبنية التحتية اللوجستية على مستوى البلاد. على جانب آخر، قال مساعد لرئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية، قال إن القوات الروسية هاجمت مصنعا ضخما للصلب يتحصن فيه مقاتلون وبعض المدنيين أيضا في المدينة الجنوبية. من جانبه، رحب مستشار للرئيس الأوكراني بوعود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بإرسال المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا عقب محادثات في قاعدة جوية ألمانية. وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني عبر تويتر أنه كان أحد المطالب الغريبة لروسيا في بداية العمليات العسكرية في نزع أوكرانيا هو السلاح الكامل لأوكرانيا. يأتي هذا في أعقاب اجتماع 40 وزيرا للدفاع في قاعدة رامشتاين بألمانيا لتوفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا. شارك سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عبر فيديو كونفرنس في قمة المناخ الافتراضية التي تنظمها دورية فورين بوليسي الأمريكية. وقد شهدت القمة استعراض شكري لرؤية الرئاسة المصرية المؤتمر حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتوفير تمويل المناخ، مبرزا الجهود الوطنية ذات الصلة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخ ل2050. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وصرح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أشارا خلال الاتصال إلى التحسن المستمر بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، حيث أعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تطرق الاتصال لمجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.
نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الركيبة التابعة لمركز كفر البطيخ، وتستمر لمدة يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان. كل الخدمات بتتقدم في القافلة بشكل مجاني، كل العيادات اللي موجودة معانا فيها أطباء أخصائيين واستشاريين. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى معمل متكامل وصيدلية متكاملة. الصيدلية تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية اللي موجودة في القافلة. ميزة القوافل كمان إن هي مش بتقتصر على الخدمة الطبية المقدمة في القافلة بس، لأ كمان بنقدر نحول المرضى الى مستشفيات الاحاله. المرضى اللي محتاجين مثلا عمليه جراحيه او اجراء تدخلي معين بنحولهم للمستشفيات التابعه لوزاره الصحه. عندنا المعمل اللي فيه اكثر من 40 تحليل، عندنا الاشعه العاديه والاشعه بالسونار. الفحوصات دي بنوفرها عشان ندعم قرار الطبيب تجاه المريض، سواء كان ان هو هيكتب له العلاج والموجود في الصيدليه اللي بتوفر فيها الادويه اللي بتغطي كل التخصصات المتاحه، او ان هو يعمل له قرار احاله لاقرب مستشفى مركزي. وده طبعا بنتابعه بعد انتهاء القافله، سواء كان عن طريق استصدار قرار الدولة أو عملية جراحية المواطن يعملها. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على المبادرة الجميلة اللي عملها لنا دي، مبادرة يعني بتحس بالمواطن اللي ما بقاش قادر ان هو يمكن يجيب علاج او يكشف، ان الكشف غالي وطبعا العلاج بيبقى غالي جدا، في ناس ما بتقدرش تكشف وبتضطر ان هي تستحمل وجع او كده، بس المبادرات دي بتبقى يعني بتساعد على ان هو يكشف بالمجان، وموجود متوفر جميع الأدوية، متوفر جميع انواع الدكاترة. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بتكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجا للتخفيف على المواطنين. وقال شعراوي إنه أصدر عدة توجيهات إلى المحافظات بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية التي تعمل على أرض المحافظة ومراجعة مدى توفر السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لكل الوزارات، وكذا المعروض من القطاع الخاص. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، وذلك لاستعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة، فضلا عن استعراض جهود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27. هذا وقد أكد الملا خلال اللقاء أن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز قد شجع الشركات العالمية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وذلك بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا. هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف جبل إيقات للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة. شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية للحدث الذي نظمته مؤسسة فارن بوليسي الأمريكية حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي يعيشها العالم، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وشهدت الجلسة النقاشية تسليط الضوء على دور الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية في الوفاء بالتعهدات العالمية التي تم الالتزام بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وكيف ستدعم الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة جدول العمل المناخي والجهود المطلوبة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وأصلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقد ناقشت الوزيرة مع وزيرة المالية في دولة نيجيريا زينب أحمد والسكرتير الدائم لوزارة المالية والتخطيط بتنزانيا إيمانويل توتوبا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث المستجدات على الساحة الاقتصادية الدولية وجهود التعاون
التعاون الانمائي. من جانب آخر، شاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر على لدى مجموعة البنك الدولي في الجلسة الوزارية لمشروع رأس المال البشري، والتي تعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن. تستعد الحكومة لاستقبال عيد الفطر المبارك لضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك، بالإضافة لتشديد الرقابة على الأسواق. مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك، خطة شاملة واستعدادات للمخابز للتأكد من توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين وضبط حركة الحصول عليه قبل انتهاء الشهر الكريم وخلال أيام العيد، حيث يتم صرف حصص الدقيق 3 أيام مسبقاً للمخابز البلدية التي تنتج الرغيف المدعم، والبالغ عددها 28,000 مخبز على مستوى الجمهورية. احنا شغالين زي ما انتم شايفين في الشارع، المخابز شغالة والدنيا ما فيش أي مشكلة ولا أي أزمة الحمد لله. في صرف 3 أيام مقدما من يوم 28 29 و30 لأيام عيد الفطر المبارك، يعني ال3 أيام واخدهم أصحاب المخابز قبل ما العيد يبدأ خالص. عايز أقول لهم بلاش نخزن العيش، بلاش تحوش يوم على يوم، أنت هتنزل تاخد يومك بيومك. نسبة الأجازات لا تتعدى 10%، يعني المربع هيكون فيه بتاع 4 3 مخابز، واحد بس اللي واخد أجازة الباقي شغال. اللي بيحصل مع المواطن بيجي بياخد 3 أيام بتوعه وكل يوم عنده عيش على البطاقة، والموضوع كويس الحمد لله، وصرف لنا أيام العيد وأنا مش واخد أجازة عشان عندي عمال تشتغل في العيد، ومنزل لي دقيق برضه لحد بعد العيد. غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بمديريات التموين في المحافظات من أجل متابعة سير العمل بالمخابز خلال هذه الأيام، كما تتابع الحملات التفتيشية أيضا مواعيد عمل المخابز للمواطنين الحاملين للبطاقات التموينية من أجل صرف الخبز البلدي. احنا عندنا المخابز البلدية تم ضخ 3 حصص مسبقة للعمل أيام العيد، على مدار العيد بيبقى العمل مستمر، كل مخبز عنده الحصة الكافية للعمل خلال العيد. تم وضع خطة للدور الرقابي على مدار أيام العيد بحيث أن يكون في حملات مستمرة على مدار اليوم، وتم وضع غرفة عمليات رئيسية في المديرية وغرف فرعية في الإدارات التموينية التابعة للمديرية بحيث يبقى التواجد مستمر والتواصل مع المواطن على مدار اليوم. والله والوقت الحمد لله بفضل الله في سهولة في صرف الخبز والعيش الحمد لله تمام، وفي الحمد لله ما فيش اي صعوبه في صرف العيش الحمد لله رب العالمين تمام. يعني الخبز هنا كويس، يعني من احسن الفران هنا في الخبز، والرغيف نفس المواصفات اللي بناخدها كل يوم. بيجي اخد 30 رغيف بتوعي بالبطاقه بتاعتي، فباجي اخد ال 30 رغيف بتاعه كل يوم. استعدادات من الحكومه لعيد الفطر المبارك لسلعه استراتيجيه هامه، وتوجيهات للمخابز بضروره الالتزام بمواعيد العمل المقرره وصرف الخبز لمستحقيه من اجل ضمان توافره للمواطنين خلال ايام العيد. سالي سالم، التلفزيون المصري. استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عبر فيديو كونفرنس خلال اجتماع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة رؤى استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP27 باعتباره من أكبر المؤتمرات العالمية متعددة الأطراف منذ اتفاق باريس في عام 2015. وقد أشارت وزيرة البيئة إلى أن العمل على الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس ومعظم مسارات التفاوض في مؤتمر كلاسكو للمناخ جعل أول الأهداف في COP26 التي تسعى إليها الرئاسة المصرية للمؤتمر شرم الشيخ COP27 للمناخ لتحقيقها هو البناء على نجاحات مؤتمر كلاسكو لدفع أجندة العمل المناخي في مختلف المجالات. في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، شهدت الذكرى 40 لتحرير سيناء افتتاح العديد من المشروعات بمدينة النخل بمحافظة شمال سيناء. يوم حافل بالإنجازات على أرض الفيروز احتفالا بالذكرى 40 لتحرير سيناء، حيث كانت مدينة النخل على موعد مع افتتاحات العديد من المشروعات التي جاء على رأسها تسليم عقود التجمعات التنموية على المستحقين، والتي تشمل 5 أفدنة ومنزل على مساحة 200 متر مربع بهدف التعمير والزراعة على أرض سيناء، وسط فرحة كبيرة من الأهالي على اهتمام الدولة بهم وبالتنمية على أرض سيناء. إن شاء الله
الناس هتستلم العود بتاعتها، وان شاء الله بعد العيد هيجوا عشان خاطر يبداوا العمل الجاد والمخلص. واحنا وانا باكد على جميع الاخوه اللي حالفهم الحظ وطلع لهم قطعه من الارض انه يجتهد ويجد. الخمس ابدنه والبيت ده حلم كنا مستنينه من زمان، وده مشروعكم ان شاء الله هينجح بنسبه 100% ان شاء الله. ان شاء الله يعني كان في نصيب باذن الله يا رب. هنا النهارده الله اكبر، كل الناس البشاشه والطمانينه وكل الفرح والسعاده ظهرت على وشهم، وربنا سبحانه وتعالى يكلل مجهود الناس دي كلها وفعلا يحولوا زي ما عهدوا المحافظ سينا ويعهدوا السيد رئيس الجمهوريه يحولوا سينا ان شاء الله من صحراء الى ارض خضراء، جنه باذن الله خضراء بيد المصريين وبسواعدهم. ويعني دي حاجه عظيمه قوي، احنا جينا هنا شفنا بيوت وشفنا حاجات جميله قوي، والبيت جميل يعني اللي فيه خلق دخلت البيوت بقت تزغرت، ما بقول لك خلق دخلت البيوت بقت تزغرت يعني من الحاجات الحلوه اللي في البيت اللي معموله، يعني احنا ما نعرفش نعمله. مشروع جميل وناجح ودخلنا البيوت حلوه وحاجه ما كناش نحلم بيها، وشكرا للسيد الرئيس وربنا يخليه لنا ويخليه لمصر. تواصلت الإنجازات بافتتاح المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة النخل على مساحة 10,000 متر مربع وبتكلفة بلغت أكثر من 15 مليون جنيه على أحدث طراز وبها كل الخدمات، بهدف استحداث نوعية تعليم بهذه المنطقة التي ظلت محرومة من التعليم الصناعي. افتتاح ما يقرب من عدد 10 مدارس جداد وعدد كبير من وضع حجر أساس. النهاردة عندنا مدرسة نخل الصناعية، المدرسة اللي بتقدم عبارة عن مجموعة من التخصصات الجديدة الحديثة ومطلوبة في محافظة شمال سيناء، منها حاجات جديدة إن شاء الله هتتفتح لأول مرة زي تصنيع الرخام، زي الخلايا الضوئية، وفي أقسام متكررة موجودة، السيارات إن شاء الله، الزخرفة، الكهرباء، العمارة والنجارة للتوريد والتركيب إن شاء الله. وخلال جولة الافتتاحات تم افتتاح مشروع إنشاء 25 منزلا بدويا بتكلفة بلغت أكثر من 9 ملايين جنيه على مساحة 120 متر مربع للمنزل، بالإضافة لافتتاح سد أم البارد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التنمية الشاملة بسيناء. محمود جميل، التلفزيون المصري. احتفالا بالذكرى 40 لتحرير سيناء أقيمت عروض فنية شعبية وموسيقية ومسرحية على مسرح قصر ثقافة العريش، نتابع. عروض فنية شعبية وموسيقية ومسرحية، تنوع ثقافي وفني على مسرح قصر ثقافة العريش للاحتفال بالذكرى 40 لتحرير سيناء. فقرات غنائية وعروض تحكي وتجسد الملحمة الوطنية التي سطرها أبطال الجيش باسترداد أرض سيناء، وتعبر عن التراث السيناوي الأصيل بمشاركة عدد من الفرق الموسيقية العربية والفنون الشعبية. أهميته الرئيسية أنا بالنسبة لي أن احنا بنعمل الأحداث بتاعتنا في ده وسط مدينة العريش، في وسط الداون تاون زي ما بنقول، وودحنا هوت في وقت الساعة 11، يعني بدلل فيه على الأمن والأمان اللي بتعيشه محافظة شمال سيناء. الأعياد الرسمية للمحافظة بنستعد لها من قبلها بشهر بأجمل الأغاني الوطنية والأغاني الدينية حسب المناسبة اللي بتكون عندنا. وبجانب هذه العروض الفنية أقيم معرض للفن التشكيلي وآخر للأعمال اليدوية ورسومات الأطفال بمشاركة مواهب من أبناء سيناء. النهاردة عاملين معرض عن تحرير سيناء، وأنا مقدمة شغل بالكولاج، ودي حاجة جديدة يعني أول مرة أعملها وكده. كنت يعني كل معرض بنعمله على حسب المناسبة اللي موجودة. قبل كده عملنا معرض مناسبة الشهيد، عملنا معرض بمناسبة تحرير سيناء زي النهاردة كده. كل سنة طيبين، وشمال سيناء رجعت أحسن من أول، وإحنا من بطلنا نخاف، كنا في الأول ما نخاف وما نخافش، أما دلوقتي بطلنا نخاف. بهذا الاحتفال تعود الحياة الثقافية والفنية على أرض سيناء بعد افتتاح قصر ثقافة العريش في أبريل الماضي، بعد إغلاق دام ل10 سنوات، لتؤكد الدولة مواصلة جهودها لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، ولتكون سيناء رمزا للثقافة والفنون وشاهدة على قدرة الدولة على تحقيق الأمن والأمان لأبنائها في مختلف ربوعها. محمود جميل، التلفزيون المصري.
تفقد محافظ مطروح خالد شعيب عمل تطوير منفذ السلوم البري. تضم أعمال التطوير إقامة 12 مبنى جديدا بالإضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة 700 فدان، بما يخدم التوسع في حركة التجارة ويوفر مزيدا من فرص العمل. في إطار توجيهات القيادة السياسية النهاردة احنا بنتفقد منفذ السلوم البري لما له من أهمية اقتصادية وأهمية تجارية والتبادل التجاري مع دول شمال أفريقيا، وطبعا داخلين برضو على إعمار ليبيا، فيكون له دور كبير جدا جدا. النهاردة كنت سعيد جدا النهاردة بمدى التطور والعمل داخل المنفذ. يمكن شفنا النهاردة من خلال التوجيه اللي تم وما تم شرحه لينا النهاردة وتفقدناه على أرض الواقع. النهاردة في خط سير لسيارات النقل سفر ووصول على أرضية خرسانية زي المعمول على طريق سيوة كده بالظبط، دي حاجة كويسة جدا تحافظ على الأرضية والطرق. بنعمل تطوير شامل في المنفذ بناء على توجيهات سيادة الرئيس، نظرا أنه هو البوابة الغربية لجمهورية مصر العربية. راعينا في التصميم والتطوير ان هو يبقى فيه اولا يدي سهوله ويسر لحركه التجاره بين البلدين وانتقال الافراد. الجزئيه الثانيه ان هو يدي تامين كامل للمنفذ من خلال الفصل ما بين السفر والوصول سواء في العربيات النقل الثقيله او العربيات الافراد او المشاة المترجم نفسه، كل منهم له مسار خاص لوحده منفصل عن الثاني سواء في السفر او الوصول. شهد محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بدء موسم حصاد القمح بالفيوم لعام 2022، وقد أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وتيسير عملية توريد الأقماح بهدف توريد أكبر كميات ممكنة إلى شون وصوامع المحافظة. الحمد لله احنا السنة دي مستهدفاتنا مرتفعة، مساحة الأرض المزروعة أكتر من السنة اللي فاتت بتقريبا 10%، وشايفين احنا النهاردة في أحد الحقول وكان في كلام مع القائمين على هذه الأرض، شايفين قد إيه الناس يعني جادة في الزراعة وجادة في الحصاد وجادة كمان في التوريد. الكلام ده بنبقهم واحنا بنتكلم معاهم بصورة مباشرة. خلال الأيام الماضية كان في بدأت عمليات التوريد لصومعة طومية، ومتوقع خلال الأيام القادمة تبتدي صومعة إدسا تبتدي تشتغل. اتباعا متوقع أن الأسابيع القادمة هيبقى معدل الحصاد أسرع، وفي رقابة شديدة جدا بتقوم بها كل أجهزة المحافظة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.
مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة التاسعة، والآن إلى العناوين. خلال الاحتفال بليلة القدر، الرئيس السيسي يدعو لمواصلة الجهود لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام. الحكومة تعلن العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال إفطار الأسرة المصرية. غوتيريش بأوكرانيا وبوتين يحذر من التدخل في النزاع. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرة الأخبار، وبعد الفاصل مشاهدينا الكرام نستكمل باقي فقرات برنامج التاسعة مع الإعلامية شفكي المنيري. إلى اللقاء. We'll be right back.